المعذب فخامة الرئيس ترامب اللي هو ولي الأمر، شرف بلدنا رضي الله عنه بلد التوحيد، وجاب معه حرمته ميلانيا وبنته العزيزة اللي خبلت بنص الشعب إيفانكا. الترحيب عندنا كان غير عادي وغير مسبوق في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية. الجماعة شالوه على رؤوسهم وأعطوه الجمل بما حمل، وقالوا له أنت يا حامي حمى الإسلام اطلب وتدلل، تبي نجيب لك كليج يا قصيمي يا حنا حاضرين، تبي تمر صقعي أو سكري، أو حتى تبي قهوة اللي تبي، أو حتى لو تبي عصير أمريكي أصلي مثل اللي أنت تصنعه أيضا موجود. شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الوترجيل، عملوا لك قيمة وسيمة سلاطين الفول والزيت. أنت آمر وتدلل، على قولة خالد عبد الرحمن يقول آمر تدلل، آمر تدلل لك علي الدلالي. الفحل الأمريكي جرجر سلمان إلى المطار لاستقباله هو كبار المسؤولين والوزراء، مو مثل السيسي اللي يوم جاء ما استقبله إلا نائب أمير منطقة الرياض. الظاهر إنهم حتى ما صوروه وهم يستقبلون السيسي، لكن خلونا ندور ممكن حصل صورة لاستقبال فخامة السيسي. لا، وأعطوا ترامب جماعتنا ورد في الاستقبال، تشوفه كأنه صرة زت، يعني الزت يعني برسيم، وعلى قولة البروفيسور المسعري حتى اختيار الورد ما فلحتوا فيه، لا أبوكم الله يخسكم. أما إيفانكا بنت الرئيس فمن يوم طلعت إلى الطيارة والعيون تلاحقها والكاميرات، وحتى أول ما وصلت في المطار مو بس العيون، فيه ناس لاحقوها بعد. المتحدة الأمريكية، ويبدو إيفانكا ترامب أيضا مع زوجها تتوجه إلى الطائرة لتتوجه مع الرئيس إلى السعودية. بمجرد ان فخامة الرئيس ركب طيارته الرئاسية اير فورس 1 بدت الاحتفالات السلمانية في الرياض، البالونات والمنوطيط طيروها في السماء فوق فندق هذا الريتز، والصور ثلاثية الابعاد غطت واجهة الفندق، والموترسايكلات يعني الدبابات تحركت من الشرقية والغربية وتجمعت في الرياض، حتى صدعوا رؤوس الناس بشعار لا للإرهاب. وبعدين جاءت الأحصنة والخيول العربية الأصيلة تتقدم موكب فخامة الرئيس، وما بقى اللي يجيبون البعارين بعد. وعلى فكرة في واحد محب لولاة أمره سمى بعيره بترامب. يبي الفحل ترامب يلقح الإبل وتخلف له فحول ذكور مثل ترامب، أو أبكار مثل إيفانكا. يلا وكيلك آل سعود الخايفين على عرشهم سووا احتفالات لترامب وبرامج ترفيه وغيره، إلين فطس الرجال، فطس ترامب وتعب ترامب. هذا قالته متحدثة باسم البيت الأبيض، حتى انه ما حضر بعض الفعاليات اللي سووها له. بس تدرون يستاهل ترامب يدوخونه من الحب السعودي، لانه انتقد الامراء ليه ما احترمتوا اوباما، هذا اول، واذا ما تحترموني باخذ طيارتي وبرجع لامريكا. حتى حرمة ترامب ميلانيا
أخذوها الأميرات بالأحضان وسووا لها برامج وفعاليات واستقبالات، هذا غير مشاركتها زوجها. وأما البنت إيفانكا فهذه قصتها قصة. في أول يوم من الزيارة جاء المخلوع مقرن ولي العهد السابق وقعد يتمالح ويعلم إيفانكا كيف تهز الفنجال حق القهوة على الطريقة السعودية السمحة. وكان بجنب مقرن أمير الرياض فيصل بن بندر، وكأن الرجال رايح في خرايطها. حبيها 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 اللي حازت البطولة في زيارة ترامب هي إيفانكا بنته الغالية ومستشارته العظيمة. الشعب السعودي العظيم انقسم إلى نصفين، نص يسب ترامب وآل سعود لأن البلد انهبوها بنص تريليون دولار، يعني سرقة القرن. يعني الله لا يرحمك يا سلاطين أنت وسوداء اليمامة، طلع أخوك سلمانكو والداشر ولده سووا أدهى وأمر. ونص الشعب الثاني كان يقدس ويحتفي بإيفانكا الغالية. الدنيا انقلبت فوق تحت وسووا هاشتاج باسم بنت ترامب وانفضحنا قدام الله وخلقه. واحد جاي يناشد سلمانكو يزوجه بنت ترامب، يحسب ان سلمانكو هو ولي أمر إيفانكا، ما يدري ان سلمانكو مجرد صبي عند إيفانكا وأبوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المساء على مولاي خادم الحرمين الشريفين، واطلب جاهه وجاهه وتكفى يرعى الحزم والعزم، تكفى يرعى الرئيس جديد. أبي اطلب لبنت يد الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي أبي كان عسنة الله رسوله، تكفى يا أبو فهد عصابة رأسي، تكفى أكعلان، تكفى يا أبو فهد، أنا المواطن بدر بن فهد بن عبد الله ويسر. واحد من شدة الإيمان عنده بنى مسجد باسم إيفانكا لعل الله يهديها للإسلام وحتى يكون بعد لها المسجد سبب في دخولها الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المسجد هذا بنيته باسم الغالية إيفانكا تزامنا مع زيارتها للمملكة العربية السعودية، لعلها تجد في الآخرة عمل صالح يدخلها الجنة بإذن الله. أخوكم أبو سالم القحطاني. وعلى فكرة في واحد ثاني مؤمن بس مهبول سوى عمره بنية إن ثوابها يروح لترامب ودعا ترامب إلى الإسلام حتى يعز الله به الإسلام وحتى يقدر ترامب يكون فعلا خادم الحرمين الشريفين، ما ينقص بس اللي ينطق الشهادتين. السلام عليكم، اليوم الاثنين 26/8/1438، أدعو في هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإسلام، وهذه العمرة بنية سيد الرئيس ترامب، أسأل الله العظيم أن يتقبلها مني وأن يهدي قلب الرئيس ترامب للإسلام. ومن كثر ما علقوا السعوديين على إيفانكا وكل واحد يبي يتزوجها زعل فخامة الرئيس ترامب ووجه هذه الرسالة إلى الشعب المساود الحزين. هاشتاج بنت ترامب اللي وصل إلى الترند واللي وصلت فيه التغريدات إلى أكثر من نصف مليون في أقل من 24 ساعة صار حديث وسائل الإعلام والفضائيات الغربية والصحافة الأجنبية وشرشحونا بشكل ما يخطر على بال، مسحوا بنا الأرض. وهذا هو اللي خلى امرأة سعودية تنتفض وتصف الذكور بأنهم خراف متخلفة. ثم يذهب الشعب لمناقشة بنت ترامب ويكون هذا هو الهاشتاج نمبر 1 يعني في ترند تويتر، هذا إن دل على كمية الجهل
والتخلف والمرض الفكري والإدراكي اللي يعاني منه شعبنا بكل صراحة. تجاهلت كل ما يحدث أمامك مما سيؤثر في مستقبلك على صعيد سياسي واقتصادي ووجودي في المنطقة، ثم تركز على بنت ترامب. يعني صوروا شعبنا كمجموعة من الخراف المتخلفة، ما لقيتوا شيء تناقشون فيه ولا توصلون الترند إلا بنت ترامب. أي تسطيح وأي جهل وأي تخلف هذا. الدب الداشر محمد بن سلمان أبو سروالين ومع ولد عمه ولي العهد بن نايف وزير الداخلية، كل واحد منهم مكشخ بالبشت ويحاول أن يكون قريب من عائلة الرئيس ترامب. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. الجماعة تقسموا عائلة ترامب، الملك ماسك ترامب، طالع معه نازل يشرب قهوة ويعطيه كليجيا ورقص معه بعد بالسيف الأملح، وأعطاه وسام الموسوس عبد العزيز وتغدى معه وتمازحوا بعد وقاموا يتضحكون عشان يطيب خاطر ترامب ويراضيه أبو فهد. وصل الأمر إلى حد الضم. الضم يعني الهق لفخامته، لكن فخامته ما يهمها الضم، تهمها الفلوس. على قولة الشاعر: ضميني ضميني بالشمال وباليمين، ضميني ضميني بالشمال وباليمين، ضميني ضمة صغير يحبون أهلنا. محمد بن نايف قال: أنا أروح على الثقيل وأضربها في العالي وأتملح مع زوجة الرئيس ميلانيا، وسوى نفسه إنه يفهم عليها وإنه يتحدث إنجليزي. أخص يا واد عليك أنت. في ناس قالوا إن سبب التصاق ابن نايف ميلانيا هو إن اثنينهم ما لهم قرار أصلاً ولا كلمة في الشأن السياسي لا الاستراتيجي ولا غيره، عشان كذا قالوا له: أنت يا ابن نايف اجلس بجنب ميلانيا. بس أخونا في الله قام يتميلح زيادة عن اللزوم. أما محمد بن سلمان اللي يرتب كل هالشغلات من الزيارة والاحتفالات والترفيه لفخامة الرئيس، واللي هو باع البلد وسوى الاتفاقات بما يقرب 500 مليار دولار، كان همه أن يسيطر على قلب ترامب عن طريق الغالية إيفانكا. والغالية إيفانكا هي مستشارة أبوها وهي تحل وتربط مثل الدب الداشر. قال الدب الداشر: أسيطر عليها ومنها إلى قلب فخامته، لعل وعسى يخليه ترامب الملك القادم في المهلكة ويطير ولد نايف. وفعلا قام الدب الداشر يتميلح عند إيفانكا، حتى إن همس في إذنها يقول لها: تبيني أوريك الرؤية حقتي؟ المحمدان MBS وMBN صار لهم الشرف ان جلسوا مع الرئيس وعائلته. بس في واحد ثاني طرطنقي كان صديق لترامب قبل ما يصير رئيس وتحارش معه ايام الانتخابات، يقولون ان فخامته فخامة الرئيس زكن على المحمدين، قال لهم: لا اشوف رقعة وجه هذا اللي اسمه الوليد بن طلال. تدرون وين راح الوليد هذا؟ أخذ البايسيكل حقه وقعد يدجج في شوارع الرياض ويصور النسوان. الله لا يكثر من عينتكم يا آل سعود يا فسقة. يبيك زيارة الإرهاط يا الوليد، الوليد يبيك زيارة الإرهاط، إرهاط إرهاط قاعد يصور كمان. شو يصور؟ الحرمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يصور الحرمة. الله يكثر عينتكم. أي والله فخامة الرئيس ترامب ما كان يهمه للاحتفالات ولا ترفيه ولا الكبسة ولا التمر، ولا يطالع أصلا في وجيه المراخين ملايين الوالدين ولا شيء. الفحل الأمريكي جاء عشان ياخذ فلوسنا ومشى. والله عادي هي فلوس. تدرون إن واحد علق على زيارة ترامب وقال: كل الجزية اللي دفعت للمسلمين في تاريخهم كله
رجعها فخامة الرئيس ترامب في جلسة واحدة. ترامب ما قصر الله يرضى عليه، يوم أخذ الفلوس بذراعه قال أشكركم يا مساعدين، أهم شيء إن هالفلوس إن شاء الله تحل مشكلة البطالة في أمريكا وتجيب لنا جابس جابس جابس. Now you go to Saudi Arabia where I just came back, a monumental epic trip, because I said you cannot continue to fund terrorism. You cannot continue to fund terrorism. And the King of Saudi Arabia, who is really become just, he's a very special man. I mean that. He is taking it to heart. And now they're fighting with other countries that have been funding terrorism. And I think we had a huge impact. We will see. But I think we had a tremendous impact. We cannot let these incredibly rich nations fund radical Islamic terror or terrorism of any kind. We cannot let it happen. Cannot let it happen. It was one of the great 2 days of my life. And I'm sure a lot of you watched it on television. 54 Muslim nations coming together, some immensely powerful, wealthy nations, and everybody in that room was unified. And the ones that weren't, they're trying to get them to be unified and to do the right thing. I think it could have a tremendous impact. But not only that, I said, for me to go, I'm only going, we had to negotiate, if you spend billions of dollars, billions, on having things manufactured in our country with our jobs and our workers for your country. And hundreds of billions of dollars was spent and given to American companies who are going to make American products and send those products over to the wealthy countries of the Middle East. I mean, hundreds of billions of dollars. والله ياسرنا مضحكة والله. في مثل يقول شيم لابن سعود وخذ عبايته، أو شكم لابن سعود وخذ عبايته، ومعها بعد عبايات المواطنين نساء ورجالا. المهم لا تقربون لنا يا الأمريكان قانون جاستا ولا دعم الإرهاب. هذه مرحلة يا فخامة الرئيس وانطوت، لأن ملكنا دفع الجزية الفدية وخلصنا من هذا الموضوع. لا عاد تجي يمنا يا مرة ثانية يا فخامة الرئيس، ترى فلسنا طال عمرك لألف وأربعمية سنة قدام. فرحمنا الله يخليك، ولا تهيج الشعب علينا. ترى حنا يا سعود ناويين على هذا الشعب بعد رمضان بحول الله وقوته. الرؤية حقتنا بنطلعها من ظهور هذا الشعب المسعود العظيم. بنعوض كل اللي دفعناه لكم يا فخامة الرئيس. وهذه كلها تنطوي تحت الفيجن حقة الدب الداشر. أهم شيء يرضى سموكم وتنجح الفيجن. فخامة الرئيس ترامب بيض صفحة آل سعود، وبنسبة كبيرة شال عنهم قضية تمويل الإرهاب، وزاد على هذا افتتح فخامته مركز مكافحة الإرهاب. كيف بعدين تقولون أنتم يا الثانيين سلمانك ودبه الداشر انهم يمولون الارهاب ويدعموا الارهاب؟ زكن عليهم يا فخامة الرئيس لا يستخدمون هالمصطلح الارهابي ويلبسوني انا يا غانم والمناضلين الثانيين بتهم ارهابية. تراك انت عطيتهم الضوء الاخضر، انت عطيت آل سعود الضوء الاخضر لجلد الشعب المسعود الحزين وحتى الشعوب المجاورة بعد. وإلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي هذه الحلقة، وإلى حلقة أخرى. أنا غانم قاهرة لسعود، أترككم في رعاية الله. وإذا عجبكم المقطع تعرفون شو تسوون، تضغطون لايك وسبسكرايب وتنشرونه مع أصحابكم. وأطقع ما تشوفون آل سعود لأبوهم لأبو من جابهم.